بعتقد المشروع ده مهم مش بس لانه في الصعيد لكن ايضا لانه بيشتغل على المستوى المحلي. وانا بعتقد ان في مبادرات كثيره في مصر اتعملت في السنوات الماضيه، المشكله الرئيسيه بتاعتها كان في بناء القدرات على المستوى المحلي، لانه غياب هذه القدرات وقدره المسؤول المحلي على اتخاذ القرار السليم بتؤدي الى فقد العائد من وراء استثمارات كبيره تم تخصيصها في مشروعات سابقه. واتمنى ان هذا المشروع بهذا المفهوم الجديد ان هو ينجح، واتمنى ايضا ان احنا نجد هذا المشروع في محافظات اخرى ويبقى فيه تنافس من المجتمع المدني على التنميه اللي الحكومه تكون شريكه فيها ولكن ليست بالضروره هي المسؤوله عنها، لان مثل هذه المشروعات تحتاج الى اليه جيده شعبيه للمساءله وللمراقبه ولاعاده توجيه هذه المشروعات لصالح المواطن المصري.